بسم الله الرحمن الرحيم. رح ندخل في العنوان رقم 2 من lecture number 7 assisting with a cast application. رح تشوفوا انتم ان شاء الله من خلال تدريبكم في قسم العظام انه النيرسز في كثير من الاحيان بتكون هي بتركيب الكاست. ما في مشكله لو كان هذا ما في مشكله انه النيرسز تكون بهذا الشيء، خصوصي لو كان عندها مهارات خاصه ما في مشكله. فان شاء الله راح تنزلوا راح تشوفوا ان انتم في بامكانكم تعملوا وتساعدوا في تركيب الكاست. الكاست اللي هو عباره عن rigid external immobilizing device that enhances body part. في بعض اللي راح بدي احكي لكم شغله انه لما يتعرض المريض لفراكتشر انا في عندي شغلتين بقدر اعالج فيهم هذا الفراكتشر. اول شغله عن طريق اني انا بركب كاست، وهذا الاشي بيعتمد على التايب اوف فراكتشر، او اني ادخل على شغله ثانيه اللي هي اسمها تراكشن. والتراكشر هم نوعين اللي هو زي الشد، عباره عن انترنال واكسترنال فيكسيشن للتراكشن. راح احكي عن العنايه بالسكيليتال تراكشن والبين سايد كير، راح اشرح لكم عنه اكثر. الكاست احنا بنستخدمها في حاله الكسور البسيطه، يعني في عندك كسر في عظم معين، وانه بس بدي انا اقلل حركه هذا العضو حتى ارجع اعمل هيلينج للبون، ترجع انه يصير لها لوضعها الطبيعي بدون اي تدخل جراحي. فهي من صفاتها انها لازم تكون ريجيد، فانا هون بستخدم زي عندك مشد محطوط عليه جبس، تمام؟ مشد محطوط عليه جبس بلفه حوالين ايد المريض، مع تعرضه للهواء رح يصير زي الحجر، وهون بيعمل ريستريكشن يعني ريستريكشن موفمنت للافكتد بارت، تمام؟ اذا الشغله الثانيه هي زي ما هو مكتوب بيعمل اللور بيشنت موفمنت، ما في مشكله بالموبيليتي، رح يتحرك المريض ويروح ويجي، لكن الافكتد بادي بارت رح يصير له ريستريكتنج موفمنت. وين شود يوز كاست؟ متى انا بستخدم الكاست؟ زي ما حكينا بدي اعمل ايموبيلايز للبادي بارت، بادي بارت ان سبيسيفيك بوزيشن تو ابلاي يونيفورم بريشر اون انكيسد سوفت تيشو. بعمل كاست زي ما حكينا تريت انجريز، كوريكت ديفورميتي، بصلح تشوهات، ستابلايزد ويكند جوينت، بدي انا اخلي هاي المفاصل ثابته ما تتحرك، اور بروموت الهيلينج افتر سيرجري. يعني اذا كان عندك اوبن فراكتشر رح نعمل للمريض احنا سيرجري ونرجع العظم لوضعه الطبيعي، واذا كان في اي اصابه للسوفت تيشو او للمسلز للنيرف، وبعديها رح اثبت انا عن طريق الكاست. الكاست may be made of a plaster or synthetic material such as fibroglasses. كل نوع منها البلاستر او السينثيتيك له ادفانتج او ديس ادفانتج. البلاستر هو عباره عن العادي الطبيعي اللي انتم راح تشوفوه في كل المستشفيات، اللي هو عباره عن جبس، ماشي، باندج عليه جبس. النون بلاستر بنحط خلال 15 دقيقه اند كان سوستين ويبيرنينج اور بريشر ان 15 ل 30 منت، رح يبلش يعطي مفعوله. بالمقابل البلاستر كاست كان تيك 24 ل 72 اورز تو دراي اند ويت بيرنينج اور بريشر از كونترا انديكيتد ديورينج ذيس بيريود. بقدرش المريض خلال هاي الفتره يعمل اي حركه او انه يشيل اي شيء. الاول اللي هو بيعتبروه اسمه له اسم تجاري ثاني اللي هو الجبس الامريكي. شو النيرسينج ريسبونسبيلتي اللي انت بدك تعملها خلال ما تركب الكاست؟ اللي هي بريبيرنج البيشنت، بدك تحضر البيشنت والاكوبمنت، بدك تساعد خلال التطبيق للمهاره. النيرس بدها تعمل سكين كير تو افكتد اريا خلال ديورينج وافتر الكاست، كثير مهمه. وان سم سيتنج نيرسز وذ سبيشال بريبريشن مي بي ابلاي اور تشينج الكاست، ما في مشكله الممرضه تعمل هذا الشيء خصوصي لو كان معها سبيشال بريبريشن. زي ما حكينا كيف بدك تعمل سكين كير عن طريق الراقب ثلاث اشياء: سيركوليشن، الموفمنت، والفيلينج، وذكرتهم بالمحاضره السابقه كيف انا بعمل اسسمنت لهدول الثلاثه حتى اتاكد انه الافكتد اريا ما دخلش في اي كومبليكيشن. الاكوبمنت
الكاست ماتيريال such as بلاستر رول، زي ما انتم شايفين في الصورة بلاستر رول اللي هو عبارة عن شريط، وهذا بيحتوي على زي ما حكيت لكم جيبس or fibroglasses depending on the type of the cast being applied، حسب ايش اللي موجود ايش المتوفر وايش اللي الطبيب بده اياه. بالعادة في المستشفيات عندنا الحكومية رح نستخدم احنا البلاستر رول. الادوات الثانية رح نحتاج ستوك نايت اللي هي عبارة عن زي قطعة قماش بدخلها جوا الافكتد اريا، عبارة عن قماشة عادية ما فيها اي اشي، تمام. وهاي القماش بتكون عبارة عن قماشة قطنية خفيفة بتمنع الاريتيشن، بتمنع الاحتكاك بين السكن والبلاستر لما يتركها. كمان بحتاج شيت ويدنج. شيت ويدنج اللي هي عبارة عن زي اللهم صل على سيدنا محمد، عبارة عن إذن الودنج شيت ودنج اللي هي عبارة عن مادة عازلة زي الإسفنج اللي هي بتعطي طبقة، بتكون بحطها أنا حوالين الإفكتد أريا حتى أقلل البرشر الناتج على البلاستر رول بعد ما ينشف، وأمنع إنه يصير التصاق للبلاستر للجبس فوق الستوك نايت، وما أعمل إصابة للمريض لما أشيله. راح احتاج بلاستيك بوكت جرد المي، بيزن فيلد ويد وارم ووتر، صحن كبير حتى معبى في مي دافيه عشان انا انقع فيهم البلاستر رول عشان احط الفهم حوالين ايد المريض. راح احتاج ديسبوزابل نان ستيرل جلوفز، سيزرز، ووتر بروف ديسبوزابل باد، بي بي اي از انديكيتد. الامبلمنتيشن زي كل مهاره زي ما حكينا، بعمل بريبريشن بيشنت يور سيلف والإكوبمنت. أول إشي ببلشها في التشيك الدكتور أوردر، وهي كثير مهمة لأنك أنت رح تعمل الكاست على افكتد أريا حسب أوامر الطبيب لأي عضو المسافة اللي رح أشتغل عليها. بعدين بريبير يور إكوبمنت، بيرفورم الهاند هايجين، هذا كله بشتغلهم على النيرسينج ستيشن. بروح عند المريض، بعمل للمريض جود لايتنج جود فنتيليشن، بعرف عن نفسي identify the patient، وضروري اعمل explain procedure للمريض. بعدين بدي اشيك على الخصوصية اللي هي عن طريق maintain privacy key close quarantine around the patient. بدي ارفع البيد ليفل على مستوى سطح العمل على مستوى الالبو او على الويست ليفل الي، واخر اشي راح انزل السايد ريلز. بدي اشيك على البين ليفل، كثير مهم. بدي اعمل بيرفورم بين اسسمنت، حتى اذا كان في كثير بين للمريض لازم اعطي الميديكيشن اللي تو ريديوس البين بيفور 13 مينت، زي ما حكينا قبل 30 دقيقه من بدء شغل المهاره، حتى لما ابلش انا في المهاره ما يصير بين فول ويكون الميديكيشن اخذ مفعوله. زي ما حكينا البوزيشن، هون بدي احط البيشنت ان بروبر بوزيشن. اذا كنت انا بشتغل مع المريض بالارم مثلا بحطه انا على سيتنج بوزيشن اسهل لي، اذا كنت انا بشتغل مع المريض على الليج فانا بحط المريض مثلا على السباين بوزيشن، او احيانا ما في مشكله بحط المريض كمان سيتنج بوزيشن على التايب اوف ذا كاست بين ابلايد، تمام. بدنا نعمل سبورت للاكستريميتي والبادي بارت تو بي كاستد. رقم 7 بدي انا احط دراب اللي هو بحط درو شيت ووتر بروف باد اندر افكتد اريا حتى انا ما اوسخ الشراشف اوسخ المريض. الجرح الكلين الافكتد اريا قبل ما انا احط الكاست، لانه احيانا بضطر احط الكاست لمده شهر، فانا بعديها ما راح اوصل اقدر اعمل اي تنظيف للمريض، فانا بنظف ايد المريض، بغسل ايد المريض بالميه والصابون، بعدين بالميه، بعدين بنشفها كثير منيح اتاكد من انها دراي. اهم نقطه، اذا ما كانت دراي راح يصير عندك تركب عليها الكاست، وراح تصير جود ميديا للبكتيريا تبرد. والشغله الثانيه راح تعمل قبل ما تصير جود ميديا للبكتيريا تبرد، راح تصير عندك هي بيئه جيده لانه يصير في عندك اريتيشن بريشر ألسر. ريتيشن بريشر ألسر راح يصير كمان معاها انفكتد للوند، ويدخل المريض في كومبليكيشن خطيره.
position the maintain affected part in the position indicated by physician زي ما حكينا وبلبس المريض stock night اللي هي عبارة عن زي ما انتم شايفين بصورة رقم واحد قماشة خفيفة قطنية عازلة تمام بعديها the stock night should extend beyond the end of the cast as wedding as applied check the check for wrinkles إذا زي ما أنتوا شايفين في الصورة رقم واحد أنا لبست المريض اللي هي ستوك نايت وراح أحطها في المكان اللي أنا اتغطي كل المكان اللي أنا راح أعمل عليه الكاست بعديها أنا بنفس المكان نفس المكان اللي حطيت فيه الستوك نايت راح أرجع أحط اللي هو مين المادة العازلة اللي حكي لكم عنها الويدنج شيت بلفها حوالين إيد المريض أو حوالين رجل المريض حتى أحضر إني بعديها راح أركب البلاسترول رقم 10 continue the position to maintain effective body part in the position indicated by the physician or advanced practice professional as casting material is applied زي ما شفناها بنقطة رقم 2 assist with finishing by folding the stock knot other bedding bedding down over the outer edge of the cast بدي أنتبه إنه أنا اللي حطيتهم بخصوص الشيت ويدنج والستوك نايت يكونوا طالعين لبرا اكتر من الكاست to prevent الاريتيشن تمام امنع الاحتكاك support the cast during hardening بدي ادعم الايد during hardening هلا زي ما احنا حكينا بدي انا ليش استخدمت البيزن بجيب البيزن بنقع فيهم البلاستر رولر بحطهم في المي عشان هلا رح يبلش يتفاعل الجبس مع المي ويعطيني بعديها يصير طري لما يصير طري انا بلفهم مباشره فوق المكان اللي انا حضرته وجهزته عن طريق الشيت راب عملتهم وبلف اللف المناسبة زي ما حكينا بدي انتبه لايد استقامة مثلا ايد او رجل المريض as doctor order وبلف بلف بلف بشكل دائري بهاي الحالة بدي انتبه انه handle hardening plaster cast with the palm of the hand not finger بايدي بشيلهم مش بالاصابع support الكاست on a firm smooth surface do not rest it on hard surface or sharp edges avoid placing pressure on the cast لما اعمل الكاست وانا اجهز البلاستر رولر واحطه على ايد المريض ممنوع امسكه باصابع ايدي ممنوع اطبق عليه اي بريشر حتى ما اخرب الشكل لانه هو طري فرح ياخذ الشكل اللي رح ينعمل عليه elevate the injured limb above the heart level with pillow or bath blanket make sure pressure is evenly distributed under the cast بعدين بحط خلصت انا تركيب الكاست على المريض بحط بدي انتظر زي ما حكينا لحد ما ينشف الكاست برجع المريض على الوضع المريح برجع السرير على اللوست بوزيشن سايد ريلز اب الكول بيل قريبة من المريض put the patient in comfortable position cover the patient remove the gloves كل الاكوبمنت اللي انا استخدمتهم بعمل اوبتين اكس راي حتى اتاكد انه فعلا تم تطبيق الكاست بالشكل الصحيح والمرغوب instruct the patient to report the pain odor drain change in sensation abnormal sensation or inability to move finger or toes of affected extremity بخلي الكاست انكفر تمام للهواء حتى ينشف reposition the patient every 2 hours depending on facility policy fan may be used to dry the cast obtain x-ray as order بقدر استخدم مروحة عشان انشف الجروح بدي اياكم تنتبهوا لنقطة رقم 16 وهي كتير مهمة بالإيفالويشن expected outcome achieved when neurovascular function is maintained healing occurred patient is free of complication has knowledge of treatment remain and experience increased comfort بدكم تحكوا للمريض زي ما حكيت لكم بالسلايد السابق نقطة رقم 16 جدا مهمة اللي هي عبارة عن جزئية الهيلث education اللي لازم أعطيها للمريض حتى أمنع الكومبليكيشن تمام أول إشي زي ما حكينا بدنا نراقب الثلاث شغلات رئيسية للسيركوليشن موفمنت والفيلينج بالطريقة اللي حكيناها سابقا حتى أتأكد من سلامة النيوروفاسكولار فانكشن وإنها مينتين
بالنسبة لل إذا كان مثلا المريض الكاست على الأرم، راح أطلب من المريض خلال كل فترة وفترة يعمل حركة لأصابعه اللي هو active range of motion exercise ده affected area، لأنه أنا زي ما حكينا بدنا نمنح، إحنا راح نخلل الحركة لكن بالمقابل ما بدنا باقي العضو يتضرر. نفس الإشي لو كانت في الرجل، راح أخلي المريض يحرك أصابع رجله. بدي أحكي للمريض إنه ينتبه لو في حال كان طلع باد اودر من الكاست، امنع منعا باتا وصول الميه الها، لانه زي ما حكينا الجزء الخارجي من الكاست رح يكون كتير صلب زي حجر، لكن الجزء الداخلي اللي هو لا، انتو عارفين حكينا الشي تراب اللي هي، وعندكم الستوب نايت، هدول التنتين عبارة عن قماش، فلو دخلت الهم المي رح تصير في رح ادخل المريض في كومبليكيشن قد تكون خطيرة، اللي هي راح أدخل المريض إنه راح يصير عندك احتكاك، بعدين بعد الاحتكاك راح يصير بريشر أرسر وراح يدخل المريض في انفكشن، فأنا بدي أمنع كل هاي الأشياء. تمام. بالدوكيومنتيشن بكتب فايبر نوع الكاست اللي أنا حطيته على الافكتد اريا رايت فور أرم from mid upper arm to middle of hand. الكاست راح اكتب انه clean with dry. الإجز باديد. No sign of irritation. Patient able to move the finger freely. الفينجر لونهم زي ما حكينا حتى عن طريقهم انا بشيك اذا كانت ال neurovascular circulation good or لا. اللي هي pale pink, warm, dry. Capillary refill less than 2 seconds. Patient denies any numbness, tingling or pain. Right forearm resting on two pillows. Patient instructed to report any complaint of pain, pressure, numbness, tingling or decrease the ability to move finger. إذا المريض دخل في واحدة من هذول الأعراض، فأنا هنا مباشر لازم أخبر الطبيب. Special consideration أنا حكيت عنهم كثير، اللي هي general وللإنفنت والchildren complicated.